انت يا معده سات المخدرات لجميله عشان تخلصي منها وتتجوزي الزين. اهو زين راح في 60 نصيبه. بس ما تخافيش يا بت، عريسك عندي. تربيتي شراره. على جثتي اتجوز الصايع اللي اسمه شراره ده. نعم روح امك. ما تاخذنيش بقى يام. براحتك يا عين امك. البت مكلمها في المصلحه اللي هتعوم مع الكل، بتعوج رقبتها عليا. انا الرقبه اللي بتعوج عليا. تكسرها. مات الكلام، ما اسمعلكيش نفس في القعده تاني. انت تحكم على نفسك بس ما تحكمش عليا انا. لا انا احكم على الكل. انا كبير الديابه واللي مش عاجبه يفارق. كبير على روحك يا عزوز مش عليا. على الكل كليله. الادب وقله الادب. اسمعي يا بت، انا عندي استطاعه ظروفك بوكس في وشك اطبق لك وشك ده. بس امي شاريه ومكلفه ايش كافيار على الوش وصبغه للشعر وضوافر عيره. بت يا مها، امي كاتهالي بالمفتشر لو ما جوزتش اختك هتولع فيا بجاز وسخ وانا نايم. يرضيك يا اختي الشوي في الدنيا والاخره؟ ايه المرار ده؟ برضه مش هتجوزه. انت عايز تجوزه لي عشان تركبه على فرج الحافي مش كده؟ بقول اسكت بس اسكت بس. اهدى بس يا عزوز. الله، انت مش شايفه خالتي فور الدم؟ بتفوري دم الكبير ليه؟ فين يا ولا؟ انت فين؟ ايه الدوشه والغاغه اللي انتوا عاملينها دي يا مراسي؟ فتح عينك، حاسس عاوز يناسب شراره ويركبه الحاره. يبقى الله يرحم ام الجوز. نروح بقى نحتل الكرسي بتاع الكبير ده. مساء الورد. اهلا يا حافي. مساك زي وشك. انا هاخد اختي ونمشي من هنا. مفيش مشاينه يا جميله. اقعدي. احنا كلنا في مركب واحده. والكل لازم يهدف عشان نوصل لبر الامان. لما نوصل لمصلحتنا اللي عايز يغور يغور في 60 داهيه. الكلام واضح للجميع. مركبكم كلها غدر، وهو في يوم وليله اتنين من حريمك كانوا عايزين يخلصوا مني. لولا بس انا طيبه وحلوه ربنا نجاني. ولو فضلت هطلعك من هنا متشاله مربعه. مش هتكوني اعز عندي من ابويا واخويا. ما يصحش كده يا حبيبه. ما تخافيش يا جميله. انت في حمى الزوز. طب يا زوز قول لنا هتعمل ايه في الذهب اللي اتسرق والورث المتعلق في ايد زين ده؟ ملوش في الورث وملوش غرض فيه، ده بيقول فلوس حرام. يبقى نضرب على الحديد وهو سخن. حبيبه تتنازل عن قضيه سرقه الذهب ونمضي زين عن التنازل عن الميراث. ولما حبيبه تتنازل عن القضيه وزين يطلع ويرازينا؟ لسه في قضيه المخدرات دي بقى ما فيهاش تنازل، فيها 3 سنين بالميه. ايوه كده، ادخل عليا بالتفانين. انا احب الدماغ الصاحيه. ما تخافيش، نصيبك في الحفظ والصون. يبقى ورق التنازل عن الميراث وندخل على زين بالحنيه وحبيبه تتنازل عن القضيه واروق انا بقى ونتعاتب واشوف مين اللي غلط فيا. بيت البيت ده ما يسعناش احنا الاثنين. يسعنا انا لوحدي يا حبيبتي براحتك. وخدي بالك انت اللي ابتديتي بقى بتحطي لي انا الذهب في شنطتي عشان اتسجن؟ طب ادي ربنا فداني وقعدت على انفاسك. انفاسك دي انا اللي هقطعها لك من الدنيا. ما يصحش كده. ميموسه تعالي. اتروقي كده يا بوبا. انا خايفه يا جميله. خايفه من ايه؟ وقت الخوف عدى خلاص، الفرصه بتيجي في العمر مره واحده بس. مفيش حاجه بتيجي في العمر مره واحده غير الحصبه. طب فوتي قدامي. جرايه يا جماعه. يعني انا هتجوز اتنين عشان تروقوا عليا؟ انا احب الفرفاشه. تقوم تغموني. ايه يا ام، ايه رايك؟ حلوه. بطل فرس يا ام فرس. ومن امتى زين له في المخدرات؟ والله يا فندم زين ما بيشربش حتى السجاير. وحكايه دهب اختي دي ايه؟ زين مستحيل يسرق يا باشا. هنعرف كل حاجة دلوقتي، تعال. مساء الخير يا شمبي. ازيك يا زين؟ ازيك يا فندم؟ ليك وحش؟
كده برضه؟ تسيبني شغلي وتجيبني على ملا وشي كده؟ عملت ايه تاني؟ هي الدنيا كده يا باشا، الغلبان فيها ما بيجمعش غلب. على فكرة عشان زين ده شخصية محترمة جدا، اسألنا انا عنه، انا اعرفه كويس. هو بس ظروفه اللي مش كويسة، دايما بيقع في قضايا متفصلة عليه بالملي. زين اعترف بكل حاجة. هو انا ممكن ابص على المحضر؟ اتفضل. ايه اللي حصل يا صاحبي؟ الدنيا قلبت وشها معايا، بقيت ملزوم اوريها وش التاني. زين قال الحقيقة وكله مظبوط في المحضر. ليه كده يا زين؟ الحاجة كانت في شنطة جميلة، عمر ما طلع مني في الاسم، شيلة شلتي يا سليم، شيلة شلتي. دول أهلي، ملزومة برهم مش أكثرهم. بعد إذنك يا باشا؟ اه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. هشام باشا، احنا جايين نتنازل على محضر سرقة الذهب المتهم فيه زين ابن خالي. انت ما قلتش ليه اللي انت عايز ذهب؟ قول يا جدع وانا اديك عينيا. الله يرحمك يا خال، ويبقاش بالشطوبة اللي تحت راسك. ليه كده يا حبيبي؟ ده احنا اتنين ما كتبناش على بعض. مش انت المقصود يا زين، انا كنت اقصد الحربايه جميله. محضر السرقه ممكن تتنازل عنه، انما المخدرات ما ينفعش تتنازل عنها خالص. مخدرات؟ ليه كده يا زين؟ ده انت مرمطت سمعه العيله كده. لا حول ولا قوه الا بالله. كويس اللي خالي مات، ده كان روح فيها. بس انا اعمل باصلي، انا هقوم لك احسن محامي، ولما تطلع بالسلامه بعد عمر طويل هدخلك مستشفى عشان تعالج. مستشفى مدينة نصر اسمها يا بت، الراجل اللي بيعزم الناس اسمه يا بت. بكره الاسفلت يسمع والحساب يجمع. لسه عنده قولك مش عايز حاجه من تركة، عشان احنا نقسم ونشوف مصالحنا. مش عايز المال، خدوا المال كله، أنا عايز حقي وهاخده بإيدي. وماله أخويا والحساب يجمع بعد إذنك، إمضتك أو بصمتك، امسك. أخدوا الحق حرفة. ما تمضيش على حاجة يا زين. اسكت سليم، أنا عارف أنا بعمل كويس. طب بالإذن أنا سعادة الباشا، ربنا يفك دقتك، هبقى أزورك أنا، بدلة لايقة عليك، هجيب لك عيش وحلاوة. تعالى معايا سليم. قوزي زين، أنا عايزك تسيبك من كل الكلام اللي أنت قلته في المحضر، أنا عايز أعرف منك الحقيقة. الحقيقة يا باشا إن أنا قليل البخت والدنيا ماشية معايا بالعكس. شوف، موضوع المخدرات ده أنا عارف إنك مالكش فيه، وعارف إن الحشيش ده مدسوس لك، لأني عارف إنك طيب. مشكلة الطيب يا باشا إنه فاكر كل الناس طيبة زيهم. من يوم اختي اللي من صلب ابويا، لما دست لي السم في العصير واحنا في المستشفى. ايه ده؟ ازاي الكلام ده حصل؟ طب وانت عرفت منين؟ وما بلغتش يومها ليه؟ الدكتور هو اللي قال لي، بس انا قلت يمكن غيرانه من اللي جاي يركب على الورس، مع اني والله العظيم يا باشا ولا كنت عايز اركب ورس ولا اي حاجه. انا كنتش عايز غير عيله اتضلل تحت فروعها. بس خلاص، أنا قلت أبويا الله يرحمه، الطيب لما بيمسك سكة الشر بيجيب آخرها. خليك بعيد أنت يا باشا، بلاش توسخ سيرتك مع واحد حشاش زي حشاش؟ مش أنت يا زين، ما تخافش يا زين،
الخوف مني مش عليا. هشام انا عايزك تعمل تحليل مخدرات لزين، هتفيده في القضيه. هيحصل يا باشا. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد اذنك يا هشام بيه، كنت جايبه لزين شويه واكلوا عصير. حبايبك كتير يا زين. وعدويني اكتر يا باشا. تسلم ايديك يا نايا. تسلم وتعيش. امي فين؟ في الحفظ والسرور. ما تعتلش هم خانه زهيره واصل. انا هحطها في عناي. مش عارف اقول لك ايه. قلت كتير قبل سابق. سيبني اقول من اللي علي. انا صعيديه والصعيده في الشده يبانوا. شد حيلك انت بس، كل دقيقه وبعدها براح. وطالما لك عمر ما يهزكش شده، خليها على المولى. هتعوز حاجه يا زين؟ انا بكره ان شاء الله هجيلك على النيابه. خلي بالك من جميله، واخدها هي واخدها ورجعهم الحاره عند مريمون، او خدهم عيشه ايجار. ما تشيلش هم، انا هظبط كل حاجه، خلي بالك من نفسك. طيب كفايه كده يا جماعه عشان المأمور هيمر. كتر خيرك يا بيه. كتر الف خيرك يا نايا. خلي بالك من امي. خلي بالك انت من روحك وما تعتلش هم امك واصل. وما تخافش، ليك في رقبتي بدل جميل اثنين وثلاثه. وناهيه مش ناكل الجميل. كتر خيرك. متشكرين يا شنبيه. العفو يا ناهي. بالاذن. تفضلي. يا بت. خير يا نسا راهي. خير ان شاء الله. خلي دول معاك، لزوم اتعابك ومصاريف القضيه. خلي فلوسك معاكي. زين ما حوش معايا الخير كله وليه في الوقت كتير. وماله؟ خليهم معاك عشان اي مصاريف. ده مال زين يعني، دين في رقبتي. يعني انت عايزه تسد الدين في رقبتك وانا ما سدش دين الصحبه الحلوه جدعانه السنين. يا انسه ناهيه، زين ابن اصول وابن حلال، وكل واحد قسم معاه رغيف ليه في رقبته دين. خلي فلوسك معاكي، احنا كلنا بنسد الديون اللي علينا. طب لو احتجت اي فلوس ابقى قول لي. متشكر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خلصت اللي انت جايه عشانه ناهيه؟ أمي ماشياك وراي ولا إيه يا غزال؟ محدش يمشيني وراكي. اسمع يا ناهي، عايزك تريح راسك من تلاقي خالص. مش أنا اللي أتجوز غصبانية بنت عمتي، وزي ما أنت عينك على غيري أنا كمان عيني على بنت خالي وريدي. حقاش بس أبويا هو الله يرحمه اللي كان عينه على مالكم جابرني. أنا وردك بقول العلام بينور النفوخ، وانت متعلم يا غزال، وانا من غيرك، ومن اليوم وطالع هعتبرك اخوي. موافق؟ موافق، وانا ضوعك في الحق والاصول لحد ما اخلص طار ابويا من زين. يعني اقول العلام بينور النافوخ تطلع غشيم وقفل؟ زين هيقتل ابوك ليه؟ ولا ايه مصلحه زكريا في فتح مطر جديد على ولده؟ يا غشيم، دي خيه واترسمت لزكريا عشان يشيعوا زين. زين مكوي بنار الديابة زيه زينا بالظبط. والعاقل يقول ايه؟ نحط يدنا في يد بعض لحد ما نجيب حق للغضب. كيف يعني؟ لا كيف دي هتقول لنا عليها الايام. بس انت قدم المشيئة. المهم دلوقت لازم زين يطلع من الخيه اللي هو فيها. زين العظمه اللي هتوقف للديابة. هو ياخد حقه واحنا ناخده حق اللي راحه. واعي؟ واعي بنت عمتي. بس يلا يلا هم بينا نروح بدل ما عمه السم بدلنا. يلا يلا. ما عنديش اخوات. انا اخوكي وابوكي وصاحبك وحبيبك وكل حاجه.
اللي فتح المحل في العيد يا منايل. الست دينا جت تطمن على زينب عشان ما بيردش على التليفون. قلت بقى لما تطلع عندكم فوق قلنا نفتح العتبة. لا ذكر ذكر بصحيح وسحب كرسي كمان وقعد بعيد. ده لو متجوزة ذكر بط كان نبني منه مرقة ولحمة بدل المر اللي أنا فيه. ما تراي مشاعر الناس يا مراسي ولا أنت من قطعان الأرزاق؟ تتقطع مربع فاربع ما فرق ويعلقوا راسك في ميدان. في إيه؟ ما تركز. بقول لك الأيام سحبة سكينتها علينا وعزوز ناوي يقلشك ويركب شرارة وأنت قاعد هنا وعامل لي فيها سفير للعشاق. أنا نقطة ضعفي المحبة والحبيبة، مش المحبة دي اللي رميت تحت رجليكي؟ عارفني بحبك وعمره ما حد عاشش في قلبي غيرك كنت، بس أنا دوس على قلبي بالجزمة لو حد هيوجع الحيلة. والبت اللئيمة اليتيمة مقدم محني دي ريحة تقيل على قلبي. اشتغل في الكويت من زمان عايشة لوحدي تقريبا مليش حد. بس من النهاردة انت مش لوحدك. اللهم صل على النبي. انزل بالليمون والملايكة والكمانجات ولا لسه؟ في ايه ياما؟ في ايه؟ في اني خالك ميت وعزوز عامل قاعدة يقسم ماليته اللي فضلت من اللي اتنهب، وانت بتعمل ايه؟ قاعد مع السنيورة وعامل لي فيها راغب علامة؟ اجري الجر قدامي انت وفرج الحافي واحد البرك. عاوزين نحامي عللينا قبل ما الديابة ينهبونا. طب الحق استأذن انا بقى قبل ما تهزق زي كل مرة. يلا يا حبيبتي يلا وسيبي بسرعة كمان، قدر ربنا خلصنا منك. ما يصحش كده ياما ما يصحش. اكتم كلامي معاك بعدين. يلا عشان نشوف قعدة الديابة وعزوز مخبيين لنا ايه. اتفضلي قدامي. حاضر. فلا زهيرة نامت؟ قاعدة تتنازع طول الليل لحد ما راحت في النوم. الست عينها مفارقة وقلبي واجعني عليها. مسكينة هربت قد ما هربت هي وزين، وفي الآخر الفاس وقعت في الراس. هو أنا كل ما أكلمك في موضوع تحشري لي اسم زين؟ زين يا بنتي أيامه في الدنيا محدودة واللي قصدينه أكتر من اللي حبينه، وأنا مش حمل كسرة تاني. وكسرة الأم في بيتها وعرة. قفل على السيرة دي. اسمعيني يا بشاير، اللي تيجي عليه الدنيا ما نجيش عليه احنا ياما. وانا واحدة خسرت رجالتها. اخوي اللي بلع التراب وابوي اللي حايش الحديد. زين ياما كان ظهر وسند وقت ما كنا بطول. خلص خليها في القلب تجرح ولا تطلع برا تفضح. قولك بيجي واسع على مخي قوي يا بشاير. لا انت خبرة قولي زين. طول عمرك لما تحب تداري عني حاجة تبصي برا عيني. طب عيني في عينك ياما. با شفتي؟ ها يما فيه ايه؟ استر يا رب من الخبايا واستر على الولاية. انا مش همشي من هنا. يعني ايه مش هتمشي من هنا؟ احنا لينا ايه هنا غير زين وخلاص راح؟ ليا حقي، واللي عايز يمشي الباب يفوت جمل. يا جميلة انا خايفة. اخرسي خالص، انا قلت مش همشي من هنا غير وانا متشاله مرابعه على تربتي على ايدي وعن قريب ان شاء الله. يا ده اخر كلام عندك يا جميله؟ اقول لزين قول له من النهارده ما يشيلش هم جميله. جميله خلاص عرف الطريقه. ماشي. خلي بالك من نفسك. استاذ سليم، ايه موضوع زين ده؟ انا هبقى اكلم حضرتك واشرح لك الموضوع يا متر.
عمونا معاك في القضية واحضر العرض على النيابة إن شاء الله. وماله يا متر شفيق؟ ملناش بركة غير الغالي ابن خالي. نخلص مصالحنا وبعدين نشوف ابن الغالي عايز ايه. اتفضل. خدلي معاك يا عم سليم، انا مش عاوز اقعد هنا. والله كان بودي يا نوسة، بس اختك مش عايزه. ايه الكلام ده؟ اللي قريته لمؤاخذة. ولا هي النضارة مش مبينة قمارة يا متر؟ اصبري يا مراسي، الراجل مش فاهم. فهمه عزوز. اخويا مهضة بكيفه انه ملوش غرض بالورث. احنا نوزع التركة زي ابويا الله يرحمه كان عايز. الله يرحمك يا خال. النية لله. هعمل عمر رجامة زي ما كان عايز خالي. الله يرحمك ويبقاش مش طول تحت راسك. اصيل اصيل يا عزوز. الورقة دي بطلة. ايه؟ ليه؟ بطلة ليه؟ امتى ابن اخويا عندك؟ روح اسأله هيقولك ملهوش رغبة في مال. بس احنا كلنا لنا رغبة. هات من الاخر يا متر شفيق، عشان عفاريت الدنيا بتطرطش قدامي. ما تتكلم يا متر، واحد وتنزل عن الورث بتاعه، ايه اللي يخلي التنازل باطل؟ التنازل مش باطل، قانوني وسليم، ومن حق زين انه يرفض الورث. كويس. لكن هو اصلا ما فيش ورث. الكلام ده والعمارات والفلل والمحلات. المعلم زكريا الله يرحمه لما عرف ان بطاقه زين هتطلع بعد العيد. تطلع عيد؟ ما فيش اللي قلت لك عليه. تمام يلا. قال لك اكتب كل الممتلكات بيع وشراء باسم الست زهير. يا لهوي زهيرة؟ يعني كل الممتلكات دلوقت بيع وشراء باسم الست زهيرة، يعني مفيش ورث. ليه؟ يكتب الورث لزهيرة ليه؟ اسمع يا عمة الشفيق، محدش يعرف الموضوع ده غيرك انت. اكفي على الخبر مجور، وهدخلك معانا شريك في الورث. ويا بختي من نفع واستنفع. لاجل العشره اللي مع المعلم زكريا الله يرحمه انا مش هرد عليكم، لكن بحذركم اي تلاعب في حقوق الست زهيره هطعن بالتزوير. وانا هطعنك في قلبك وهاتي. انا قلت اللي عندي، قد اعذر من انذر. عفو عليك. يعني ايه خلاص خرجنا من المولد بلا حمص؟ يعني لو وصلنا للذهب المدفون ولا خدنا حتى المال المعلوم؟ حتى الرحمه مش هعرف ابعتها لك يابا. ما حدش طلع كسبان في الليله ده غير مراسي. فلوسها في حساب الننوس ابنها. يعني احنا كلنا تحت رحمتك يا مستبده. الله اكبر في عينك. الله اكبر. ما تهدوا يا جدعان، خلاص ملحوقة. مش الأملاك كلها باسم زهيرة؟ زهيرة مريضة، يعني اقرأ فتحتها. الله، وأنا اللي بقول عليكي بتفهميها وهي طايرة. بص يا حلوة، كل اللي قاعدين هنا ايديهم متحنية بالدم إلا أنتِ. بس خلاص، طالما هتقاسمينا في الحلو يبقى تقاسمينا في المر. يعني ايه؟ مش فاهم. زهيرة لازم تموت. ايه ده؟ انتوا لو موتوها الورث هيروح لزين، يعني كلنا برضو هنطلع من مولد بلا حمص. زين ملوش غرض في الورث، وزي ما حزن على ابوه هيحزن على امه وهيتلبخ، وساعة الجد هيمضي اللي احنا عايزينه. إزازة السم أنا لسه شارياها لفرقتي، بس يظهر ملوش بختي فيها. خدها يا عزوز، تبقى في بقك وتقسم لغيرك. ما تحرمش من وجايبك يا خالتي. عينيا. انتوا فاكريني ايه؟ قتلت قتلة زيكم؟ حش جناحات الملايكة يا عزوز، خلينا أعرف أعدي.
جرايا حرباية. ده انت السواد اللي في قلبك يتقاس بالمتر. خلاص بقى يا حلوة، انت شريكة معانا على الحلوة والمرة، يبقى تمدي ايدك وتزقي معانا زقة. مش وش يا خالتي. الله، واحدة واحدة. قتل النفس برضو مشكلة مش سهل، والمكسب مش قليل. سيبوها بحيطها، اغسلوا الوقت. يلا يا دي ابن مراسي، قومي يا حبيبة. استنى يا بت، في يوم انصرفي انصرفي في امان الله. فكري كويس يا حلوة. ما تيجي تقعدي جنبي هنا، تعالي براحتك. طالما المعلمين خايفين يخشوا معايا المزاد قصاد الديابة، يبقى تدوني الفلوس وليكم علي البضاعة، هتجيلكم لحد عتبتكم. بس هتمدن على وصلات أمانة. كلامك بتقوله ده يا سامر ما يصحش، دي برضك نهبة المعلم عشان ربنا يفك سيه. ما هو الديابة مش بعيد، لو رسى عليها المزاد هيسرقوا العربيات وهي في طريقها للسوق، وعملوها كتير في معلمين قبل كده. باه وماله، الحاج ما يزعلش يا معلم، انتوا شركة معايا على المكسب وانا رقبتي سدادة للخسارة. جهز فلوسكم والوصولات وانا همضي عليها. كلام ايه اللي بتقوليها يا بنت عمتي؟ يا غزال، قلت الحاج ما يزعلش. جهز الفلوس يا معلمين بس بسرعة عشان مفيش وقت. ها بالاذن، انا لازم امشي دلوقتي. انا على الفلوس اطمني، بكرة هتكون عندك وكاش. قدم المشيئة يا معلم كرار. إن شاء الله. المحل محلكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طمن يا زين، انا معاك. انا ما عملتش حاجه ادفعها لك يا فندم. انا سداد. عيب يا زين، تبني المعلم زكريا الله يرحمه افضله وخيره كتير عليا. ما تقلقش انا في ظهرك. يلا يا زين. امي عامله هنا اهي. هربني انها بتضلين، كانت عايزه تيجي تشوف. اوعي تجيبيها هنا، انا مش عايزه تشوف شقه عمرها وبتبطر على الارض. ما تخافش. سليم. أيوة. رحت الجميلة؟ رحت لها زي ما انت قلت بالظبط، لكن للأسف راسها وقف في سيف ما ترجعش. يلا يا زين. يا سلام، بنايا بتلم فلوس عشان تكسر شوكة الديابة وتدخل المزاد. حلو قوي. ورجاب القط تلعب يا فار، انا بقى اقطع عديل القط والفار واخربها على كل كليله. سيبك من المزادات دلوقتي عزوز، الله ركز في المصلحه. ورا راجب، ما المصلحه شغاله والحفر شغال، لا يومين ونفتح المقبره واشوف فلوسك يا سكره. بس اسمع يا راجب، اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني، تقل جيبك. ماشي ماشي يا عزوز يا لزوز، بس البوكة على راس الميت ولا ايه؟ يلا رجالة. نورت يا معلم خانكة. شرارة عيون يا معلم. خرب بيت ام عيونك، انت مش شايف اللي حصل لنا؟ انت فورت العيلة، ابعد عيونك دي عننا. انا اسف. انت مش قلت لي مرة ان انت نفسك تبقى فتوة؟ جربني مرة، جربني مرة معلم وشوف. هجربها، بس انت عارف سلوانة ما بيدخلش بينا حد غريب.
انا قدمت للست مها بدل المره 200 وكل مره بترجعني مكسور الخاطر. الست مها اختي؟ طب انا مش هكسر خاطرك المره دي، بس الفتحه للنبي لو غلط هنفخها. نقرا الفتحه معلم. فتحه ايه يا ابن الهبل؟ اتكلمني في الشبكه والمهر والحاجات دي. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمني وعامل جمعيه قابض 7000 جنيه. انت عايز تتجوز اخت الدين؟ شبكتها باللولوفات ومهرها ملايين. انا اجيب الارقام دي منين يا معلم؟ بدل سالتي يبقى نبيه. انا احب النبيه. شبكه اختي فلوس المزاد اللي بتلمها نايه.